عايز. لا 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 مو صج اللي قاعد تسويه، مو صج الجول اللي كريس حبة كريس المنتخب العراقي تصويبه ثاني. لا 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 الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد. خل اعرفكم علي فايز قال عندنا المعلق قال لا 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 حتى الان احلى جول في كاس الخليج 23، احلى جول، جول عالمي، احلى جول بكاس الخليج وبحياتي وبحياتك اكيد. اه تعرف ليش؟ لان ظروف المباراه احنا خسرانين 1-0 ونهاية شوط أول ومباراة حساسة بالتالي منتخب منادي أي حضور جماهيري تدري سبق هذا الهدف هجمة كانت كلش مهيئة أن تكون هدف للمنتخب، يعني ضغطنا ضربة رأسية كنت تعرف أنه راح تصير هدف عليه من راح تتنفذ. أنا راح تشذب عليك إذا أقول لك إيه، بس عندي ثقة بنفسي يعني انه خلاص اروح اسدد، تصير ما تصير خطره زين المقطع، يعني مو اول مره، يعني المقطع مال حليمه بولند انت شايفه؟ شايفه اي شفته بوقته، او يمكن هذا الهدف هواي حكوا عنه مو بس حليمه، صح احمد راضي رحمه الله على روحه، هواي ناس علقت عليه. اي مو انت تجي تشوف المسافه اي المعلق في وقتها من الطاقه الجماليه، صح افضل هدف بحياتك، افضل هدف